نازحو الحديدة يغادرون صنعاء إلى محافظتهم بعد قرار برنامج الأغذية. وأهالي في تعز يتساءلون أين المبعوث الأممي مما يحدث لنا؟ وفي الأخبار المنوعة، رئيسة حكومة هونغ كونغ تتوعد مقتحمي البرلمان. رغم استمرار المعارك في الحديدة، إلا أن النازحين بدأوا بالعودة إلى ديارهم قادمين من صنعاء في وقت كانوا فيه يكافحون لإطعام أسرهم. فلماذا عادوا وغامروا بحياتهم؟ وفقا لموقع عدن الغد، تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعدته في صنعاء يعيد نازحي الحديدة إليها مجددا. ويضيف الموقع في تقرير نقله عن ميدل إيست آي، منذ أن بدأت القوات الموالية للحكومة الشرعية اليمنية هجومها على الحديدة قبل عام، لعب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء دورا رائدا في تزويد نازحي الحديدة بسلال غذائية شهرية. ومع ذلك، فقد قام برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي بتعليق توزيع المساعدات في صنعاء عقب خلافات مع الحوثيين حول النظام البيومتري، والذي من خلاله يمكن التعرف على البصمة وقزحية العين إلكترونيا، الذي يصر البرنامج الأممي على تطبيقه لمنع الحوثيين من التلاعب بالمساعدات. وأفاد الموقع، خوفا من احتمال وقوع مجاعة في العاصمة، يعود بعض اليمنيين إلى مدنهم ومنازلهم التي دمرتها الحرب، حيث من المرجح أن يستطيعوا تأمين حصصهم الشهرية هناك. أغلق الحوثيون أهم طرق العاصمة صنعاء منذ أسبوعين، وبعد فشل الجماعات المسلحة في معالجة مياه الصرف الصحي. وعنون موقع يمن مونيتور، للأسبوع الثاني الحوثيون يغلقون أهم طرق صنعاء. وقال الموقع إن الطريق السائل المحيط بأسوار المدينة التاريخية يعتبر أهم الطرق في العاصمة صنعاء، وهو منظر جمالي بعد هطول الأمطار حيث تتدفق إليه السيول. وقال سكان ليمن مونيتور إن بقاء الصرف الصحي في السائل يتحول إلى وضع مأساوي يهدد بكارثة بيئية جراء استمراره في معظم شوارعها وحاراتها في ظل انشغال جماعة الحوثي بتحصيل الإيرادات والجبايات. ونقل مراسل يمن مونيتور، حكومة الحوثيين غير المعترف بها لم تتمكن بمعالجة الوضع منذ مطلع العام الجاري 2019، وما يصاحبها من تهديد حقيقي للمعالم التي تقف في أعلى قائمة مدن التراث العالمي. يقول أحد المواطنين للموقع، كنا نتمتع في أوقات العصر وقبل الغروب بالجلوس على المقاهي التي تطل على السائلة ونخرج للتنزه والمرور منها، أما الآن ومنذ مطلع العام الحالي فقد فقدت جمالها. وكان الحوثيون قد أعلنوا أن العام 2019 سيكون عاما للنظافة على أن تبدأ الحملة بتاريخ 1 يناير، لكن الحملة فشلت بعد أن غرقت المدينة بمياه الصرف الصحي وعدم تمكن الفرق الهندسية من احتواء الموقف حتى نهاية الأسبوع الأول. صناعة القطيع، تحت هذا العنوان كتب ماجد عبد الهادي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. يتغذى سلوك القطيع عموما وفي هذه المنطقة المسمى العالم العربي على نحو خاص من إرث سياسي واجتماعي وديني ضارب الجذور، وليس صعبا وضع اليد على أخطر مظاهره واكتشاف مصادر نشوئه. بمجرد تتبع مسار صراع على السلطة اندلع منذ أكثر من 1000 عام واتكأ على أسباب مذهبية وطائفية منفكت تؤجج ثارات الدم إلى يومنا هذا. أنت ترى منذ نحو 2 عقدين على الأقل ألوفا مؤلفة من البشر الذين لا يجد بعضهم قوت يومه، يحاربون حتى الموت ويسفكون دم أبناء جلدتهم وإخوانهم في العقيدة الدينية بحجة الفزعة لمتر مربع في الأرض، يظنون أن أحد أسلاف أسلافهم مدفون فيه، ومن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في حقيقة الأهداف التي يتوخاها مدعو الخطر المحدق بقبر لم يتعرض لأي انتهاك طوال قرون سلفت. وتلك أفعال لا يمكن الاكتفاء بتفسيرها على أنها استئناف لصراع غابر على الخلافة الإسلامية بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، بقدر ما تشير إلى صراع مصالح إقليمية ودولية استثمرت إيران فيه تاريخ الدم
واستطاعت أو تكاد أن تحول المذهب الديني إلى قومية بديلة. المثال الآخر على النوع الهجين من سلوك القطيع هو ذاك الذي يجعل المقدسات الدينية الإسلامية والحاكم الفرد واحداً لا يتجزأ، ويرى فيه ألوف السعوديين الذين يعانون من تكميم الأفواه وفساد السلطة وشظف العيش على أرضهم الثرية، وقد انخرطوا في معارك قذرة الألفاظ والتعبيرات والدلالات على مواقع الإنترنت دفاعاً عن أمير يبدد ثروات بلاده من أجل أن يحظى بمباركة المستعمرين الجدد على أن يتولى عرشها. تتعرض تعز لهجمات الحوثيين بصورة مستمرة ويسقط الضحايا بشكل يومي. يعنون موقع الصحوانت: القوى السياسية في تعز تندد بجرائم الحوثيين بحق المدنيين وتطالب باستكمال التحرير. وقال الموقع إن الهيئة التنفيذية لأحزاب التحالف السياسي المساند للشرعية في تعز دعت الحكومة الشرعية والتحالف إلى الإسراع في تحرير المحافظة وفك الحصار عنها والذي طال أمده على هذه المحافظة المنكوبة. وندد تحالف القوى السياسية بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في تعز. واستنكر التحالف مجزرة شعب الدبة الأحد الماضي والذي راح ضحيتها عدد من المواطنين. وكان العشرات قد تظاهروا في مدينة تعز أمس الثلاثاء، وذلك للتنديد بجرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء المدينة. وفي الموضوع ذاته، خرج المدافعون عن حقوق الإنسان في تعز ولديهم سؤال موجه إلى الأمم المتحدة وعنون موقع الحرف 28، محتجون يتساءلون: أين المبعوث الأممي من جرائم الحوثي في تعز؟ واستنكر عشرات الحقوقيين والناشطين في مدينة تعز صمت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث تجاه المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي أمس الأول بحق سكان منطقة حوض الأشراف، والتي قتل فيها وأصيب 16 مدنيا بينهم أطفال. ونفذ الحقوقيون والناشطون وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوها بالمجازر التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق سكان مدينة تعز. وفي الوقفة التي دعت إليها مبادرة مع الدولة، رفع المشاركون صورا ولافتات كتب عليها: جرائم الحوثي ضد المدنيين في تعز لن تسقط بالتقادم، وأين المبعوث الأممي من جرائم الحوثي في تعز؟ ويعلق الموقع: تتعمد ميليشيا الحوثي منذ نحو 4 أعوام استهداف المدنيين والقرى والأحياء السكنية في مدينة تعز، وسقط خلال القصف آلاف الضحايا المدنيين. هكذا انتهى زمن الفضائل. تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في الشرق الأوسط. في التراث قصص كثيرة تنقل في سياق التذكير بفضائل أصحابها، أو في سياق الإشادة بفضائل الإسلام وأخلاقياته بشكل عام، ولا شك أن في الإسلام وأحكامه مثل هذا وفوقه. دعنا نقارن مضمون هذه القصص بنظائرها في المجتمعات المعاصرة. نعرف أن جميع الدول تقريبا لديها نظام للضمان الاجتماعي للأفراد في حال العجز أو التعطل أو المرض، وهي أنظمة يستفيد منها كل الناس دون حاجة لاستئذان المدير أو الوزير أو الخليفة أو حتى علمه بالحالة. كما أن لدى المجتمعات المعاصرة أنظمة لحماية عناصر النظام البيئي كلها من حيوان ونبات وطير ومسطحات مائية وغيرها، وترصد الدولة ميزانيات سنوية وتقيم إدارات متخصصة لتنفيذ هذه المهمة، ومن ضمنها التحقق من توفر الماء والغذاء في المسارات التي تسلكها الطيور المهاجرة. الذي تغير هو أن الناس ما عادوا يعتبرون تلك الأعمال فضائل بل واجبات على المجتمع ككل، ولم يعد مقبولا إيكال القضايا العامة إلى الإرادات الشخصية للرئيس، بل بات مطلوبا أن تدار في إطار قانوني مؤسسي بحيث تجري كل يوم ضمن منظور طويل المدى. يعتقد ديفيد ميلر عالم السياسة البريطاني المعاصر أن هذا الاختلاف يشير إلى تحول في معنى الأخلاق والفضيلة بذاتها، أي أن كثيرا مما كان بالأمس فضيلة يمتدح القائم بها تحول اليوم إلى واجب يلام الحاكم لو أغفله أو قصر فيه. فتحت حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة يمنية بعد دقائق من إقلاعها من مطار القاهرة نقاشا محتدما وغضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الخطر الذي يواجهه المسافرون اليمنيون، حيث عنونت صحيفة العربي الجديد:
الرحلة 609 موت يطارد اليمنيين. وقالت الصحيفة نجا أكثر من 150 راكباً الأحد الماضي بعد تعرض طائرة سابعة للخطوط الجوية اليمنية لخلل فني بعد إقلاعها، فيما قالت الشركة إن عودتها إلى مطار القاهرة كانت من أجل إنقاذ إحدى المريضات. وانتقد ناشطون وصحفيون على فيسبوك وتويتر إهمال الشركة وعدم صيانتها للطائرة، فضلاً عن تعريض الركاب للموت، خصوصاً أنها لم تكن الحادثة الأولى. كما أثار إجبار التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات للطائرة اليمنية بالعودة من أجواء مدينة جدة إلى مطار القاهرة غضب الناشطين بعد أن كانت متجهة بالركاب أنفسهم إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ونشر ناشطون تدوينات ساخطة ضد الشركة والتحالف لاستهتارهم بحياة المواطنين اليمنيين ومضاعفة معاناتهم في التنقل، والاستمرار بإهانة اليمنيين فيما ذهب آخرون للإشادة بمهارة كابتن الطائرة وحفاظه على أرواح المسافرين. صحيفة الخليج عنونت رئيسة حكومة هونغ كونغ تتوعد مقتحمي البرلمان. تتابع الصحيفة في التفاصيل، رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام نددت بأعمال العنف التي نفذها متظاهرون واقتحموا مقر البرلمان وتوعدت بمعاقبتهم، فيما طلبت الصين من جهتها بفتح تحقيق جنائي حول هذا التحدي غير المسبوق لسلطتها في المدينة، مستنكرة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للمحتجين. وعقدت لام مؤتمرا صحفيا للتنديد بعملية اقتحام شديدة العنف للبرلمان من محتجين رافضين لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين. وكما قالت الصحيفة، فقد فرقت رئيسة حكومة هونغ كونغ ما بين المتظاهرين الجيدين والسيئين، وشددت على أهمية حكم القانون وتوعدت بمعاقبة من اقتحموا البرلمان وخربوه. تتابع الصحيفة، أغلق مقر البرلمان وراقبت الشرطة المكان، فيما قام عمال بتنظيف الأرجاء من الزجاج المتكسر والمظلات والخوذات التي ارتداها المتظاهرون، فيما اعترف بعض المتظاهرين بأنهم لجأوا إلى العنف نظراً لأن الحكومة لم تصغي إلى مطالبهم. مرتفعات ترامب هدية نتنياهو للرئيس الأمريكي. تحت هذا العنوان نشرت الإيكونوميست إحدى مقالاتها والذي جاء فيه: إذا كان الماضي يمكن أن يقدم أي دليل فليس ثمة ما يحبه دونالد ترامب أكثر من رؤية اسمه مكتوبا بأحرف ذهبية كبيرة على مشروع عقاري، ولذلك من المتوقع أن يكون الرئيس الأمريكي قد سر تماماً عندما أزاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الستار عن الشاخصة المذهبة لمرتفعات ترامب في 16 من حزيران يونيو، وتمت تسمية البلدة الجديدة المفترضة في مرتفعات الجولان تكريماً للسيد ترامب، وليس لهذه البلدة الافتراضية خطة ولا ميزانية. أدرك العديد من القادة الأجانب أن السيد ترامب يستمتع بالإطراء الفارغ، ولكن حتى معايير السنتين ونصف السنة الماضيتين يتميز افتتاح مرتفعات ترامب بكونه إيماءة فارغة بشكل خاص، فهي لا تتحدث عن مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها حتى ليست مستوطنة جديدة. وبما أن السيد نتنياهو فشل في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في نيسان إبريل، فإنه يقود البلد الآن على أساس مؤقت من دون امتلاك السلطة القانونية لتخصيص الأرض أو الأموال لمرتفعات ترامب، وليس لهذا المشروع جدول زمني، وكل ما تستطيع الحكومة أن تفعله الآن هو أن تنصب شاخصة مترفة في المكان. لدى افتتاح المرتفعات كان من المقرر أن تقدم إدارة ترامب في 25 من حزيران يونيو عناصر من خطة سلامها المؤجلة منذ وقت طويل لحل مشكلة إسرائيل وفلسطين في مؤتمر البحرين. ومنذ تم انتخابه كان السيد ترامب قد وعد بإبرام الصفقة النهائية، لكن الفلسطينيين نفروا منه وتجنبوه منذ اعترافه بمدينة القدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل في العام 2017، وقرروا عدم حضور مؤتمر البحرين. وكان لابد أن يظهر بعض العرب في المؤتمر بلا شك ليقيلوا الثناء لكل من السيد ترامب وخطته. يتسللون إلى مخازن العجلات وبعضهم يتعرض للسحق أو التجمد، هؤلاء الذين يغامرون بالركوب في أماكن غريبة داخل الطائرات. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط
كيف يموت المتسللون إلى الطائرات بطريقة بشعة. وقالت الصحيفة عثر على جثة شخص في حديقة بجنوب العاصمة البريطانية لندن يشتبه في أنه سقط من طائرة قبيل هبوطها في مطار هيثرو القريب. وكان الرجل المشتبه في كونه متهرباً كان مختبئاً في مستودع عجلات هبوط الطائرات التابع لخطوط الجوية الكينية قبل أن يسقط من رحلة نيروبي هيثرو. وعلى الرغم من أن القصة غير عادية فليست هذه المرة الأولى التي يختفي فيها شخص ما على متن طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة. فبين يناير 2004 ومارس 2015 عثر على 6 متهربين على متن طائرات في مطارات المملكة المتحدة. وتشير الأرقام الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى أن 96 شخصاً كانوا يختبئون تحت الطائرات أثناء رحلات حول العالم بين عامي 1947 و2012، ما تسبب في وقوع حوادث ل 85 رحلة. ورغم تعرض كثير من المهاجرين المختبئين لحوادث مميتة، فقد ينجو البعض منهم ويشترك الناجون في كونهم سافروا على متن رحلات لمسافات قصيرة إلى حد ما، أو أن يكونوا من الشباب أو صغار السن. التقطت مصورة مختصة في الحياة البرية صورة مثيرة للاهتمام لطائر أبو مقص الأسود، كما ورد في موقع شبكة البي بي سي، وهو يضع عقب سيجارة في منقار صغيره في أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية. وقالت كاريم مايسون إنها وقعت على هذه اللقطة بالمصادفة، وكتبت تعليقا على الصورة: إذا كنت تدخن فلا تترك أعقاب السجائر على الشاطئ. وتقول الجمعية الملكية لحماية الطيور في بريطانيا التي وصفت الصورة بأنها منظر يدمي القلب: إن الطبيعة تعاني من أجل التعايش مع القمامة التي يرميها البشر. ومتحدث باسم جمعية حماية الطيور قال في تصريح لبي بي سي: الطيور لها فضول بشأن الأشياء التي نهملها فتبحث فيها لعلها تجد ما ينفعها. للأسف أن هذا الطائر اعتبر السيجارة طعاما فقدمه لصغيره. وأضاف أن الطبيعة تعاني للتأقلم مع ما نفعله فيها، إذ تقع الحيوانات كل عام ضحية منتجات صنعها الإنسان، ووصل الأمر بالطيور إلى أن تصنع أعشاشها من القمامة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة ديلي تيليغراف من مختلف أنحاء العالم، نتابع. أصبح الكاريكاتير فناً قائماً بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية. وكبقية الفنون امتلك الكاريكاتير رواداً وجمهوراً واسعاً. إذن مجموعة من الصور نتابعها في جولتنا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.